كتاب اسمه بقايا التسعينات. بقايا جيل التسعينات. بقايا جيل التسعينات. طيب بقايا جيل التسعينات، انا لما سمعته او لما سمعت اسم الكتاب حسيت ان هو بيتكلم عن الماضي، حسيت ان هو بيتكلم عن التسعينات. العلامات المميزه في التسعينات، بس انا عرفت منك ان هو بيتكلم عن الماضي وعنده نظره مستقبليه كمان. صحيح فعلا. كلميني شويه عن الموضوع. هو الكتاب طبعا هو مجموعه قصصيه بتتكون من 10 قصص مختلفه متنوعه بتدور في زمن واحد. الزمن ده بيتحدد من خلال الشخصية بتاعت كل قصة، كلهم بيمروا بنفس المرحلة الزمنية، في حاجة معينة أثرت فيهم. وبقايا جيل التسعينات هي اللي تم اختيارها ان هي تكون اسم المجموعة. هي أصلا القصة فيوتشرزم، بتتكلم عن المستقبل ولكن بتنتقد المستقبل، وفي رؤية تانية ليها للعالم الافتراضي وتوغله في حياتنا وقد إيه هو موجود وقد إيه بيسحبنا من وجودنا ومن الأحياء ومن حياتنا الاجتماعية طبعًا. مع بعضنا البعض طبعًا. فبيقول إن في جهاز جديد هيبقى اسمه آي جورن زي الآيباد، وده هيبقى فيه انتخاب للصفوة من الصحافة والمذيعين، وهيتم طبعًا إن ماسبيرو بيبقى فيه حاجات يعني التاريخ موثق فيه فمش بيتم العودة ليه. وبيتكلم برضو الحاجة تحت شعار معرض القاهرة الدولي للكتاب، إحنا شعارنا الجديد في الدورة 53 هي الهوية، وهي برضو بتبحث عن الهوية، إن التاريخ إزاي هيتم طمسه لو إحنا استغنينا عن الكتاب بالعوالم الافتراضية. كمان صورة الأموات اللي بيتم إعادتها مرة تانية، فإزاي إن الواحد ممكن يصنع لنفسه غرفة يقعد فيها مع الأحياء فقط، مع الأموات فقط، متناسي إن في جنبه ناس تانية أو أحياء عايشين يعني حواليه. فده كله بالنظارة الذكية اللي هي بيتم الضغط أون وأوف عليها، فبالتالي الناس تبقى ماشية بس هائمة، كل واحد في العالم تاني مختلف. انا مش مستغربه اللي انت بتحكيه، لان اللي احنا وصلنا له النهارده ما كانش حد يتوقعه. ده اكيد. يعني زمان لما كنا بنتفرج على افلام مثلا امريكاني زي ماينوريتي ريبورت وزي حاجات كتيره جدا كان ليها علاقه برضو بالعالم الافتراضي والتصور والتكنولوجي، كنا نبص ونقول ده مش ممكن الحاجات دي تحصل في الحقيقه. احنا دلوقتي عندنا اعتقاد ان اي حاجه ممكن تحصل، وان التكنولوجي قادره ان هي توصل لاي حاجه، يعني قادرين ان هم يوصلوا لاي حاجه. ده حقيقي فعلا، التكنولوجيا كل حاجه بتطلع بشكل صغير جدا، زي الفيسبوك اول ما بدا كان مجرد عن عالم اجتماعي بيتم التواصل من خلال الماسنجر او الدردشه عليه يعني، بعد كده ابتدى الامر يتطور، بعد كده ظهر برامج ذكيه زي خاصيه اعاده الاموات الى الحياه وتحريك الصوره. على قد ما هي كويسة على قد ما هي ليها أضرار طبعا، وده بيبقى مجرد حاجات تجريبية لحاجات بعد كده. أنا شفتها الابليكيشن دي اللي انت بتتكلمي عنها. وفي فعلا هو مارك في آخر حوار ليه كان في أوضة 3D وبيقولك ان انت ازاي تنشئ اجتماع اكنك قاعد في حجرة الاجتماع بالظبط، فهي نفس الفكرة برضه. فمن أجمل أن يتم تصويغها في قصة قصيرة سردية يعني. كتابك أخذنا للعالم الافتراضي وأخذنا للي جاي، بس هو كمان كان في نظرة للماضي وكان في نظرة على الماضي وكان في رجوعنا بقى لجيلنا والجيل التسعينات والعلامات المميزة في جيل التسعينات زي الشريط الكاسيت زي التليفون. تيجي نشوف الغلاف ونشرح من خلاله اهو. تعالى الغلاف بقايا جيل التسعينات زي ما انتم شايفين، شريط الكاسيت والتليفون القديم اللي كان بقرصه ده وكنا بنلفه زمان، والتلفزيون القديم وبعض التفاصيل اللي ليها علاقه بقى كمان بالمجتمع المصري والعربي. عندنا الزلزال بتاع مصر مظبوط بالتاكيد. محمد الدره بالتاكيد. احكي لي بقى، احكي لي شويه عن الغلاف، فصصيهولي كده. طيب بالنسبه للشرايط التسجيليه دي هي ليها قصه طبعا. الشرايط التسجيليه دي ان كان في حادثه حصلت وانا كنت متاثره فيها بحياه كاتب معين بيتكلم في اللقاءات، ان كان لي صديق يعني غالي عليه جدا، والصديق ده كان لسه مرض الانفصام ما ظهرش، وما كانش في التسعينات في يقين قوي بعالم الطب النفسي او كان العيب ومش الناس أيوة. ما بتتعاملش كانت معاه زي دلوقتي. ايوه ازاي انت هتقول مريض نفسي يعني مجنون؟ مع العكس، ان المريض النفسي مش مجنون، واكثر مرضى الانفصام هم مبدعين في الاساس.
طبعا في زي فيرجينيا وولف، هي كتبت اخر روايه ليها وكانت بتتنبأ بانتحارها، او هي كانت بتكتب قصه انتحارها، ان هي بتواجه غول او شبح بتشوفه ومفيش حد تاني بيشوفه غيرها. فده كان ادى ان هي تحط في المعطف بتاعها حجر وتروح عند البحيره اللي قرب بيتها وترمي نفسها. فينست فان جوخ برضو كان لي اشهر لوحه، نجوم، لوحه مرصعه بالنجوم، ودي كانت اشهر لوحه ليه ومعروفه وبيتم الدراسه عليها، وكمان الطب النفسي اخذها يعني كتطبيق للمرض بتاعه. دي كانت بتوصف حالته والهلاوس اللي بيشوفها. حتى انت لو احنا جينا بصينا هنلاقي ان دايما في امواج حوالين اللوحه، النجوم، السماء داخله في تداخل الوان، في عالم تاني هو لا يراه. فده دي كانت القصه دي. القصه دي بقى ان في واحد كان دايما اهله بيضربوه، بيجيبوا له شيوخ، مش عارفين يتعاملوا مع المرض. فهو في الاخر سجل على الشرايط بتاعت محمد عبد الوهاب وعبد الحليم، وقال انا لازم، انا شجاع، انا هالك، انا هرمي نفسي. فدي قصه انا اتاثرت فيها من كاتب انا بحبه جدا. هو طلع حكاها، وفي نفس الوقت انا قعدت ابحث كتير عن مرض الانفصام، وكان في مراجع سواء بالعربيه او بالانجليزيه قريت عنها، سواء برامج بيتم الكلام فيها عن مرض الانفصام. هو مرض خطير جدا. طبعا طبعا طبعا.